هو ايه اللي حصل عموما في الفتره الاخيره خلى كتير من الثوابت اللي احنا طول عمرنا يعني عارفينها عن فرق بعينها ما بقتش موجوده انيمور؟ يعني الثقه للمعتاد لفرق زي ميلان على ذكرها مثلا، واخد بالك ازاي؟ غيرها حتى يعني احنا بنتكلم على برشلونه يا اخوان، يعني ان خلاص ما بقاش الفرق دي اغلبها ما بقاش زي زمان. اقول وجهه نظري في الموضوع ده، الا لعنه الله على البيزنس. طب دخول خرب الدنيا، دخول البيزنس وراس المال طبعا. بالتوحش ده كانت لسه حتى بنقول انه من هون بتقول انه الامكانيات الماديه المعدومه، الامكانيات الماديه وبرشلونه ما عندهاش. طبعا برشلونه عنده مشاكل ماديه طاحنه متشكله في رواتب اللعيبه اللي كان بيدفعها فمش عارف يجيب غيرها. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان عنده عقود رعايه وعنده اعلانات وعنده وعنده وعنده، فبقى تحول الامر الى بزنس. الميلان انهار بسبب البيزنس طبعا. انتر ميلان غياب طويلا ورجع دلوقتي كويس، يعني بقى وجه كويس للدوري الايطالي حتى في دوري ابطال اوروبا بسبب البيزنس. كل الكره تدمرت تماما بسبب البيزنس وبسبب الفرق اللي بتقوم على فكره البيزنس. طب احنا عندنا باريس سان جيرمان كده، يعني ده باريس سان جيرمان ده الاساس في راس المال يعني الرياضي. يعني احنا لو هنتكلم عن باريس سان جيرمان ما نغفلش مانشستر سيتي، لان هو يعني حد يقنعني انه فرقه في موسم او موسمين يدفع 200 مليون باوند 200 مليون جنيه استرليني في خط دفاع بس جاب اربع مدافعين ب 200 مليون، سيب لنا بالمصري كام؟ هل ده منطقي يا جماعه؟ يعني مش منطقي. لما تيجي تتكلم عن فرق تانية مش قادره تدفع 100 مليون و50 مليون و60 مليون، فريق زي ميلان مثلا بيجيب اللعيبه دلوقتي اللي هي اللي عقودها بتخلص مع الانديه بتاعتها، اللي كبر في السن فالمقابل المادي بتاعه قل شويه. ليه؟ لان في نادي تاني مستعد يدفع 200 و300 و400 مليون عشان يجيب لعيب زي باريس سان جيرمان اللي لسه بتقول عليه، زي مانشستر سيتي، زي قبلهم تشيلسي. تشيلسي طبعا. ما خلي بالك برضو ضخ راس مال عربي زي ما حصل مؤخرا في اكثر من حاله، يعني برضه من شأنه ان هو شويه يعني يبقى له ايه، كانك رميت طوبه في الميه الراكده بالنسبه لفرق يعني بتعاني من التدهور المادي حقيقي. وبالتالي رحيل النجوم عنها حقيقي. وشفناها حتى في الدوري المصري مع بيراميدز، شفناها طبعا مع فيوتشر، شفناها مع فيوتشر، هنشوفها في الدوري الانجليزي مستقبلا مع نيوكاسل. فلا يعني دخول البيزنس اضر كثيرا جدا بكره القدم، ما بقتش هي الرياضه اللي احنا اتعلقنا بيها وكنا شغوفين جدا بمتابعتها.